السلام عليكم. النهاردة هنجاوب على أهم الأسئلة اللي جاية لنا على السوشيال ميديا. سؤال النهاردة بيقول: السلام عليكم دكتور، أنا عملت عملية تحديد للحاجز الأنفي وتصغير قرنيات من 3 أسابيع. الطبيب عند المراجعة وجد بعض الالتصاقات وقام بفتحها، ولكن الشيء الغريب أنه لم يجد الدعامات البلاستيكية، وقال أنه حصل لها absorption يعني امتصاص. أنا قلق أن تكون نزلت الحلق، والآن أشعر ببلغم أعلى الحلق وألم في الحلق وتغير في الصوت، ما رأيك؟ مشكور. سؤال مهم جدا الحقيقة، ولكن أنا الحقيقة ما بحبش أجاوب على أسئلة ما بعد العملية، وخاصة أن بيكون المريض بيتابع مع المريض الذي أجرى له الجراحة. ولكن من الكلام اللي أنا أقوله أنا هجاوب على قدر الأسئلة، على قدر الاستفسارات بتاعه. اولا ما فيش حاجه اسمها حصل ابزوربشن للدعامه البلاستيكيه. الدعامه البلاستيكيه لا يحصل عمرها ما يحصل ليها امتصاص، لان دي دعامه بلاستيك غير قابله للامتصاص وغير قابله لان يحصل ليها ذوبان او اي شيء. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيقولوا ان هو قلقان تكون نزلت الحلق. ممكن تكون نزلت الحلق، ده شيء فعلا ممكن، واشعر ببعض البلغم اعلى الحلق. الحقيقه الحاجه اللي لفتت نظري في الرساله دي ان هو قال في بعض الالتصاقات. انا الحقيقه الدعامه من اهم مميزات الدعامه اللي احنا بنحطها، الدعامه المفتوحه في الانف، ان عمره ما بيحصل فيها التصاقات، لان الدعامه بنقعدها 10 ايام. ال10 ايام دول فتره كافيه جدا لالتئام الجروح داخل الانف بتاعه الحاجز الانفي او بتاعه اللحميات او بتاعه الغضاريف او اي حاجه، ما بيحصلش الحقيقه التصاقات خالص بعد ال10 ايام، وهو ده التارجت بتاعنا. واهم ميزه، اهم ميزه، اهم ميزه انا كررتها 3 مرات في الدعامه، ان هي ما بيحصلش معها التصاقات. فالحقيقه الاسئله السؤال غريب جدا، ولكن انا بجاوب معلومات طبيه. فانا انصحه الحقيقه لو هو قريب يقدر يجي لنا نشوفه، لو هو بعيد يتابع مع اقرب طبيب ليه ويشوف. والالتصاقات دي في منتهى الخطوره، لان الالتصاقات دي بتعمل يعني اقدر اقول فشل للعمليه، وبتخلي العمليه الحقيقه نسبه نجاحها قليله جدا. فمحتاج الالتصاقات متابعه 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 على الاقل لمده شهر. مع دعواتي من القلب، دكتور هشام ابراهيم.